التواب. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر لمن كان في مكة للحج ولمن كان في سائر بلاد الدنيا. والموسر هو من يجد كفايته وكفاية من عليه نفقتهم. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، والمقصود بالأنعام الإبل والبقر والغنم. ومما جاء في فضل الأضحية ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرفها وصوفها محضرات في ميزانه يوم القيامة. ووقت الأضحية يبدأ إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر ركعتين وخطبتين، ويبقى وقت الأضحية إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي يوم الثالث عشر من ذي الحجة. ويصح أن يوكل المضحي غيره في الذبح، ولكن السنة أن يذبح أضحيته بنفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يستقبل بذبيحته القبلة، وأن يسمي الله أن يقول بسم الله، وأن يكبر أن يقول الله أكبر، وأن يقول اللهم تقبل مني، وإن كان يذبح أضحية غيره يقول اللهم تقبل من فلان ويسميه. ويستحب أن يتصدق بالثلث ويهدي الثلث ويأكل الثلث، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولا يجوز بيع شيء من الأضحية، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيرها، كما لا يجوز جعل الجلد أو غيره من أجزائها أجرة للجزار. وبما أن الأضحية من شعائر الدين لا يجوز تناولها بالسخرية والاستخفاف، قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وحكم من يستهزئ بشعائر الله ومعالم الإسلام أنه يخرج من الدين ولو كان مازحا، فدين الله ليس ملعبة للناس. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويجب عليه الرجوع فورا إلى الإسلام بقول الشهادتين متبرئا من الكفر الذي صدر منه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا الحج والعمرة ووفاة في بلد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد والنعمة لك والملك.